بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. This is our 23rd lesson, going through the differences between Bizya and Qumbul from the Mus'haf. We have arrived at the 23rd juz of the Quran al-Kareem. The first difference, وَإِن كُلُّ لَمَّا, we took this way back in Surah Hud, وَفِيهَا وَفِي يَاسِينَ وَالطَّارِقِ الْأُولَى يُشَدِّدُ لَمَّا كَامِلُ نَصَّى فَعْتَلَى كَامِلُ نَصَّى فَعْتَلَى. And so we say, وَإِن كُلُّ لَمَّا for Ibn Kathir, وَإِن كُلُّ لَمَّا for Hafs. الْعُيُون يَكْسِرَانِ وَيُونَنِ الْعُيُونِ شُيُوخَ دَانَهُ صُحْبَةٌ مِلَى وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرَ أَرْفَعَهُ سَمَى وَلَقَدْ حَلَى. And so you say, وَالْقَمَرُ for Ibn Kathir, وَالْقَمَرَ for Hafs. وَهُمْ يَخَصِّمُونَ فتحة from the خَاء for Ibn Kathir, وَخَاء يَخْصِمُونَ افتح سَمَى لُذْ. نعم. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا سكت for حفص, right? وفي نون مراقة ومرقدنا ولا, right? وسكتة the beginning of سورة الكهف, right? الشاطبي رحمة الله عليه mentioned it, the مواضع in which حفص does sect. طيب, and this is one of them. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا أصف ابن كثير لا سكت له. نعم. إن أصحاب الجنة وفي شغل فاكيون مساكن شغل ضم ذكرى. And so you say what? فابن كثير إن أصحاب الجنة اليوم في شغل, شغل سكون upon the غين, as opposed to حفص ضم شغل. نعم. وأن عبدوني, of course we've taken this before, وضموك ولا الساكن لثالث يضم لزوما كسر في ند حالا قل يدعو من قص إلى آخره. هذا صراط, we should not do with صراط بأنا, وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى. نعم. We then have, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمُ جُبُلًا. That's how you read it for Ibn Kathir. قُلْ جُبُلًا مَعَ كَسْرِ ضَمَّيْهِ ثِقْلُهُ أَخُو نُصْرَةٍ وَضْمٌ وَسَكٍ كَذِي حَلَى. And so you say, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمُ جُبُلًا كَثِيرًا, as opposed to حفظ جِبِلًا كَثِيرًا. No. So that we've taken before. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نَنْكُسْهُ, نَنْكُسْهُ. That's how Ibn Kathir read it. وَنَنْكُسْهُ فَضْمُمْهُ وَحَرِّكْ لِعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَاكْسِرْ عَنْهُمَا الضَّمَّ أَثْقَلَا. And so you say what? نَنْكُسْهُ for Ibn Kathir, and وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ for Hafs. نعم. وَقُرَانُ وَنَقْلُ قُرَانٍ وَالْقُرَانُ دَوَاؤُنَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. Get rid of the tanween for Ibn Kathir. بِزِينَةِ النَّوِّنْ فِي نَدٍ عَاصِمٍ بِالتَّنْوِينِ. Hafs قَرَأَ بزيناتي الكواكب, as opposed to Ibn Kathir, بزيناتي الكواكب. نعم. لا يسمعون, that's how Ibn Kathir read it, يسمعون شدا على بثقليه, as الشاطبي mentioned, right? So you say, لا يسمعون حفص, لا يسمعون Ibn Kathir. أيذا, and أين, of course, وما كثر استفهامه نحو أيذا, أين نفذ استفهام كلها ولا, as we have mentioned in our lesson in سورة الرعد. متنا, of course, this way back in سورة آل عمران, ومت ومتنا مت في ضم كسرها صفا نثر. نعم. صراط we've taken before. ما لكم لا تناصروا, تأتي البزي وتناصروا عنه, right? That's الشاطئ من سورة البقرة. نعم. ويقولون أين تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال الهمزة من كلمة المخلصين. Remember way back سورة يوسف, سورة يوسف, right? وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثاء وفي المخلصين الكل حصن تجملا. So every find المخلصين in the Quran recite with فتحة for حصن and كسرة for those who aren't حصن. So Ibn Kathir قرأ بالكسر إلا عباد الله المخلصين, as opposed to حفص إلا عباد الله المخلصين. نعم. أينك, like أين, and then أيذا متنا وكنا ترابا عظاما, and I've taken already. المخلصين I've taken already. أيف كان افتكن already. يا بني, قال يا بني, this is of course سورة أهود, وفتح يا بني هنا نصر في الكل عوض, في الكل عوض. Of course we took there a special مسألة عن سورة اللقمان وآخر اللقمان. We took this way back in سورة اللقمان, we discussed it here. Ibn Kathir agrees, so both Bizya and Qumbul agree, they recite it as with كسرة. يا بني وفي الكل عوض من قرأ بالفتح في كل وضع حفص. So here there's difference between حفص and Ibn Kathir, right? So Hafs says قال يا بني, whereas Ibn Kathir says قال يا بني. إني أرى, of course, فتح, يعني إضافة همزة قطع مفتوح خمزة عفرة, so فتح of course. Likewise إني أذبحك, same thing. يا أبت, of course, وقيف يا أبا كف عندنا وكأين الوقوف. نعم. وهديناهما الصراط, we've taken before. الله ربكم ورب, that's how we did for Ibn Kathir. وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب. So Hafs says الله ربكم ورب, Ibn Kathir الله ربكم ورب. نعم. المخلصين taken already. أفلا تذكرون, تتابع سورة الأعمى, تذكرون الكل خف على شذا.
طيب المخلصين have taken, المخلصين have taken, والقرآن have taken, أنزل have taken, of course تسهيل مع عدم خالف بن كثير, وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة, وليكة سورة الشعراء, وليكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه, وفي صاد غيطلة, right, so سورة صاد, you recite it as وأصحاب الأيكة for حفص, right, and of course حالة لا الأيكة as opposed to ابن كثير وأصحاب ليكة ليكة. نعم هؤلاء إلا وش نتدو لس معناها همزتين من كلمتين مختلفتين أو متفقات الحركة in this case both مكسور, so we should know the differences between بازي and قبل on this already. نعم أصغاد تكن before ولي نعجة ما كان الاثنين مع معي ثمان ولا of course فتح الضف حفص and سكون فو ابن كثير. نعم إني أحببت just like we've taken previously. نعم بالسوق سورة النمل مع السوق ساقيها وسوق مجوزكا وجه بهمز بعده الواو كلا هيفا فوجهان فو قنبل وعيد قنبل سيز مسحا بالسوق سكون upon the همزة so the إبدال of the واو into a همزة and سكون upon the همزة or you can what recite it as السوقي السوقي so you convert the واو here into a همزة مضمومة and put another واو واو بدل right and so it becomes فطفق مسحا بالسوق والأعناق وجه الأول ووجه المقدم وجه الثاني فطفق مسحا بالسوق والأعناق فهو قنبل قنبل. نعم as a الشاطبي mentioned مع السوق ساقيها وسوق مزو زكا زي رمز قنبل. نعم وعذاب نركض of course هيبها وضم قول الساكن لثالث يضم الهزوم كسره في ند حدا واذكر عبدنا وحيد of course وحيد عبدنا قبل دخوله as a الشاطبي mentioned right and so we say واذكر عبدنا إبراهيم right you, the singular form right our slave as opposed to عبادنا our slaves إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم هذا ما يوعدون يا instead of تاء for ابن كثير في يوعدون دم حلا right so you say what هذا ما يوعدون ابن كثير هذا ما توعدون فحفص وغساق هنا سورة النبأ وثقل غساقا معا شائد علا and so حفص وغساق right and إلا حبيب وغساق as we'll see later but here ابن كثير قرأ بالتخفيف وغساق and إلا حبيب وغساق. نعم ما كان الاثنين مع معي ثمان علا إلى آخره. We should not do that by now. Just like ولي نعجة. نعم. المخلصين have taken already. قال فالحق وفالحق في نصر. So you say what? قال فالحق حفص. And as for ابن كثير قال فالحق. نعم. سورة الزمر. ليظل. We told you سورة إبراهيم يظل يظل عن. نعم. أمن هو قانت. أمن خف حلمي. Right. As the Shatri mentioned. And so you say أمن for ابن كثير. أمن for حفص. نعم. إني أخف taken already. ولكل قوم هادي of course that's سورة الرعد same مسألة هي فما له من هادي حال وقف إثبات الياء وتثبت في الحالين of course this is يعني فرش difference right وهاد ووال قف واقن بيعه وباق دنا right so say what فما له من هادي حال الوقف أما حال وصل you remove the ياء and so you say ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي right however حال الوقف you say ومن يضلل الله فما له من هادي as we took in short of the نعم قرآن taken before قرآن عربي taken before ورجلا سالما لرجل let's say ابن كثير read it right قال الشاطبي رحمه الله مد سالما مع الكسر حق and so you say ورجلا سالما لرجل فهو فو ابن كثير as opposed to حفص ورجلا سالما لرجل هذا والله أعلم وصبي بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.